قاموس ويبستر الأمريكي قاموس شهير جدا، ويمكن الباحثين والدارسين يعرفوا قيمة هذا القاموس. في إحدى طبعات القاموس في تعريف لكلمة عرب، A-R-A-B، عرب. المرادف لها بعد النقطتين فوق بعض تعني، كلمة عرب أو عربي تعني متشدد، متسكع، عالة، وشحات. ده اللي مكتوب في القاموس، مكتوب يعني مش تلميح. الأستاذ نبيل شرف الدين، عربي يعني متشدد، متسكع، عالة، وشحات. شايف انه يعني التوصيف ده، التوصيف ده تجاهل صفات كتير أسوأ كان يجب أن يدرجها، يعني غير المتسكع، المتشدد، المتسول، المنحرف، الأفاق، العالة، الصعلوق، المنبوذ، الأخرق، المستجدي، الكسول، المهمل، الولد الشرير، الشارب، الضال، المفلس، المبذر، المفلس والمبذر، والمزايد، المحتال. يعني ما فيش حاجة ما حطهاش، مش حاجة سيئة ما حطهاش. المرأة ده النموذج اللي بس بص حضرتك، ما هو قالها النموذج ده، هم بيشوفوا هناك العربي المبذر اللي بيروح يصرف وينفق أموال شعوبه هناك، هم بيشوفوا هناك العربي الدكتاتور، هم بيشوفوا هناك العربي الطاغية، هم بيشوفوا هناك العربي اللي بيحاول يعبر الحدود، ظهور متشابهين. هذا التعريف هو ده النموذج اللي بيشوفوه. وان هو فوتس illegality in different polling places. ماذا قدم العرب خلال الخمسين سنة اللي فاتوا للعالم؟ هل قدم العرب سيارة؟ هل قدم العرب طائرة؟ هل قدم العرب ساعة؟ هل قدم العرب للعالم حتى، هل ترك العرب العالم في حالهم؟ العرب الآن هو نموذج للشخص المتشدد، اختطف الأمة العربية كلها. أنا شخصيا عندي قناعة خاصة في مسألة الهوية دي تحديدا، وعندي قراءات ودراسات. ايه بس استاذ نبيل، يعني هل تقبل ان حد يقول عليك متسكع؟ انا كمصري ما بعتبرش نفسي عربي مبدئيا. انا كمصري بعتبر نفسي كيان حضاري مستقل، لست في حاجة الى هوية الاخرين. ففكرة التفسير التآمري وان الغرب يتآمر ضدنا، احنا اهون على الغرب من جناح بعوضة. احنا عايشين على معونات الغرب، وعايشين على دعم الغرب، وعايشين على منتج الحرب الغرب الحضاري حتى الآن. شايف انت من الكاميرات دي من الغرب، العربيات اللي هنركبها ونروح بيها من الغرب، الاتوبيسات اللي بتودي ولادنا من الغرب، اللبس اللي احنا لابسينه ده من الغرب، ال 22 عزبة او 22 مزرعة عربية، هذه لا تصح عليها كلمة دولة، 22 مزرعة عربية اقل من نص الدخل القومي لاكثر الدول الاوروبية فقرا وهي اسبانيا. اما الحديث عن ان هذه الاوصاف نحن لا نستحقها، نحن افضل، نحن قدمنا، احنا لحد امتى هنعيش نتسول على تاريخ وعلى تراث؟ احنا موقفنا الحضاري الحالي تحولنا الى اشرار العالم، والدليل على كده انزلي اي مطار وشوفي العربي كيف يستقبل بسبب ممارسات التبرير وعدم مواجهه النفس بالحقائق، عشان نشوف نحن فعلا نتسول، نحن فعلا نحن فعلا نعيش عاله على الامم الاخرى، نحن فعلا اخر منطقه فيها ديكتاتوريات في العالم. امريكا اللاتينيه اصبحت دول ديمقراطيه، افريقيا زيمبابوي اصبحت دوله ديمقراطيه ويحدث فيها تداول السلطات، ما عدا اخر مستنقع للديكتاتوريات في العالم هي منطقه الشرق الاوسط الكئيب مش الكبير.